نروح بعد كده لنوستالجيا الاهلي اللي احنا كلنا بنسعد لما بنتذكر وبنعيش الاجواء القديمه اللي بتسعدنا جدا مع نجومنا كمان زي النهارده. بس 7 يوليو 53 كان ميلاد كابتن شطه الجميل اللي كلنا بنحبه، كابتن عبد المنعم شطه نجم وسط الاهلي بالسبعينيات من القرن الماضي، وهو من مواليد السودان، وبنقول له اكيد كل سنه وانت طيب كابتن شطه. من الناس الجميله جدا، مش بس يعني كانت جميله ومبدعه ومتالقه في الملاعب، لا كمان على المستوى الشخصي شخصيه جميله جدا، وعلى طول بشوش وعلى طول عنده طاقه ايجابيه كده لما بنقابله. فكل سنه وانت طيب يا كابتن، يا رب يديك الصحه دايما كده، ومسيره يعني اكيد رائعه جدا. صح ولا ايه؟ ده فكرك في حد ممكن يختلف؟ فاكر لما جه معانا يا كريم؟ هل في مساحه للاختلاف حول كابتن شطه؟ فاكر لما جه معانا كابتن شطه؟ طبعا. لا هو شخصيه زي السكر، وازاي رجع معانا للذكريات وغيره. خلي بالك كابتن شطه ده صفحه من صفحات كتاب تاريخ النادي الاهلي، يعني مش اي حد. هنشوف خلينا نشوف التقرير، نتعرف من خلاله اكتر على كابتن عبد المنعم شطه. اتفضل. سوداني الجنسية، مصري الهوى، أحد نجوم النادي الأهلي في فترة السبعينيات، والذي عشق القلعة الحمراء وحقق بين جدرانها العديد من البطولات، هو عبد المنعم شطة. وسبق شطة، مشي شطة كويس ورفعها عالية. ولد عبد المنعم شطة في 7 يوليو عام 1953، وهو من مواليد بلدة حلة حمد بجمهورية السودان الشقيق، وبدأ مشواره الكروي في نادي التحرير. وفي عام 1973 شارك في دورة الجامعات الإفريقية وتألق ليحصد لقب أفضل لاعب وهداف البطولة. جاء انتقاله للأهلي عندما التحق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، فانتقل لصفوفه وتألق، وأصبح من أهم اللاعبين في خطة هيديكوتي المدير الفني المجري للنادي الأهلي حينها، وساهم مع زملائه في الفوز بسبع بطولات للدوري العام وبطولتين لكأس مصر إلى جانب البطولات القارية. وعقب اعتزاله أصبح شطة أحد الشخصيات الرئيسية في تطوير ودراسة كرة القدم في إفريقيا، ومدير تطوير كرة القدم في الاتحاد الإفريقي، ثم تولى منصب رئيس اللجنة الفنية للكاف، ليستمر عطاؤه في تطوير الكرة الإفريقية بمختلف الفئات. مسيرة شطة في النادي الأهلي منذ انضمامه للفريق في السبعينيات لم تنتهي باعتزاله أو بعمله القاري السابق، فما زال داخل القلعة الحمراء بتوليه عدة مناصب خلال فترات مختلفة في قطاع الناشئين وأكاديميات النادي، ليواصل رحلة العشق المتبادل بينه وبين النادي الأهلي وجماهيره الممتدة منذ أكثر من 40 عاما. كابتن شطة الحقيقة إلى جانب يعني الطيبة اللي بيشتهر بيها وخفة الدم والحرفنة طبعا في الملاعب كمان، يعني ما حدش أبدا ينساله إنه كان من رواد السماسولت الهوائي الاحتفالي بعد ما بيحرز أي هدف أو بعد ما الفريق عموما بيحقق يعني انتصار. أيوة. من أوائل الناس اللي كانوا يعني دايما يعملوا السماسولت، وفي بعض الأحيان باك سماسولت كمان. شخصية استثنائية بالمعنى الحرفي للكلمة. على